أعزائي، إن أزمتنا المعاصرة تكمن في صلاح الإنسان. المشكلة الكبيرة اللي عندنا في هذا الزمان أن بنادم ما مقادش، بنادم ماشي هو هذاك، الوقت ديالو كيمشي فيما لا ينفع، العمر ديالو كيضيع فيما لا ينفع، المال ديالو كيتبدد في الخواء، العلاقات ديالو كلها والعياذ بالله مشوشة. هذه الأزمة ديالنا، هذه المصيبة اللي عندنا. اللي عنده قوة بارك على اللي ما عندوش، اللي عنده الفلوس عنده مشكلة مع اللي ما عندوش، اللي فاهم عنده مشكل مع اللي ما فاهمش، اللي مزوج عنده مشكل مع مرته، اللي ما مزوجش عنده مشكل مع الجميع. هادشي منين جا؟ منين جات هاد المصائب هذه كلها؟ والله الذي رفع السماء، السر ديال داكشي كله في أن علاقتنا بالله علاقة متدهورة. عندنا أزمة. قبل لا نتكلموا على الاقتصاد وعلى السياسة والسياحة والشغل والدنيا، راه المشكلة ماشي هنا، هذه كلها أعراض، هذه كلها علامات ديال المرض. العاقل، الطبيب العاقل ما كيبقاش مشغول مع الأعراض فقط، يقدر يعطيها مهدئات يقدر، ولكن الطبيب العاقل كيقلب على الجذور ديال المرض وكيحاول يعالج المشكل الكبير والساس، كيحاول يعالج المرض في الجوهر ديالو. والجوهر فين إخواني؟ الجوهر فين؟ في صلاح القلب والنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الآية الكريمة راه في سياق التهديد. بالمناسبة أحبائي، يا معشر طلبة العلم، التغيير إلى تذكر في القرآن فهو التحول إلى الأسوأ. التغيير من اللي كيتذكر يعني أن بنادم كان مزيان وما بقاش مزيان، تحول والانتقال إلى الأسوأ. هنا تهديد، إن الله لا يغير ما بقوم من النعم حتى يغير ما بأنفسهم من الطاعات. هو السياق فجت الآية، معناه ذاك الشيء، هاد الشيء دابا اللي هاد الشيء اللي صبنا في هاد الدنيا كلها دابا، واش هذه عامين سهلة هذه؟ العقلاء كلهم كانوا تيقولوا أن البشرية على حافة الهلاك، علاش؟ لأن البشرية حماقت، السلاح بدا كيتستعمل في غير محله، المال كيتستعمل في غير محله، الإعلام كيتستعمل في غير محله، العلم كيتستعمل في غير محله. بنادم تقدم في العلم ديال الطب وديال البيولوجيا وصبح كيدير أغلى من أغلى أنواع التطبيب في العالم، شنو هو؟ هو التطبيب ديال التجميل. بنادم مشغول غير مع نيفو كيف خصو يدير له، وكاين والعياذ بالله اللي زايد الوجه ديالو ولا ديالها ما عمر كتنتهي منه الاشغال، دائما فيه الاشغال مستمره. وكثر من هذا وصلوا لدرجه اللي بداو كيغيروا الجنس، الولد بغى يرجع بنت والبنت ترجع ولد. ربي اش كنتسناو؟ اش كنتسناو؟ الفساد اشو غيجيب؟ والله ما يجيب الا الهلاك. فسلط الله على البشريه خلقا ما يجيكش في البال، لا يرى بالعين. دوخلك البشريه كلها ولبس لهم النقاب كاملين، كل شيء اصبح مكمش، شي مات شي خايف من الموت. ولكن المشكل بنادم اللي كيوصل لواحد الدرجه وكيموت القلب ديالو والعقل ديالو، واخا كتجيه المصائب لا يرعوي، لا يتراجع. اللي في شي مصيبه زايد فيها، اللي في الشراب زايد فيه، اللي في الوسخ زايد فيه، اللي في تحرميات زايد فيه، اللي ما عنده حتى قوه راه غارق في التليفون ديالو وكيشوف فيه غير الحاجات السيئه، لدرجة أن عدد ديال الطلبة الآن والتلامذ كيجي الصباح مسكين مهلوك، مالو؟ لأن الليل كامل هو سهران، ما حافظ على صحته، ما حافظ على عقله، ما حافظ على قلبه، ما حافظ على حاجة. وشكون اللي غادي يقول له ولدي اش كدير؟ لأن حتى باه غرق في التليفون، أمه غرقة في التليفون، أخته الكبيرة غرقة في التليفون. إن لم يتداركنا الله برحمته فنحن في خطر.